لوي خلص الحكايه صارت بيني وبينه وكسر عظم حتى اخر عظمه يا بروح يا بروح يعني تقتلوه مش اريح راسي وريح قلبي عندك حل تاني استناني واني في ثار بيني وبينه أنا ما بدي حدا يتدخل لأنه المسألة صارت مسألة شخصية بينه وبينه بس هن اثنين كل واحد فيكم يروح على بيته تفضل لا والله ما رح نتركك اسمعوا يا شباب هلأ رح ينسفح دم والدم اللي رح ينسفح دم أولاد حكومة أنا هون بضيعة ما حدا بيعرفني يعني إذا حطيت بحط وين مكان أما أنتوا في عنكم عيال وبيوت نحن معك شو ما بصير هذا اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر اسمع أنا إذا قتلته رح أهج ما بدي حدا يلحقني شو؟ تتخلى عنا؟ لا بس واحد لوحده أخف وبس حط بشي محل رح أبعت وراكم وهدول؟ هدول رح أفاوضهم توكلوا بس يا أخا ما بس نترك توكلوا على بيوتكم توكلوا يلا يا أبو صالح يلا تفضلوا يا مختار شفت شالحين لبس الدرك ولابسين مدني وحالفين يقتلوا لمصطفى اخا ليكوا قدامك لابسين مدني وحاملين بواريد بدهم يقتلوا اخا شهدوا شفت بعينك شفت شفت
بتفتشوا الضيعة بيت بيت وبتهاجموا بيت مجرم وبتجيبوا كل اللي بتلاقوا هنيك. حركوا أمرك سيدي. سيدي اللي قتل أربعة من رجال الدرك. ليش في حدا بيقدر يقتل أربعة من رجال الدرك؟ شو اسمه؟ مصطفى الحسين سيدي. تعرفه؟ طبعا بعرفه. وينه؟ الله أعلم. وين راح؟ طلع برات الضيعة. عم بسألك وين راح؟ تجاوب فورا يا هاي بشو ما عليك تضرب رجال قد أبوك يا سيدي؟ لما بسألك بتجاوب وإلا بحطك على الفلق. أنا على الفلق؟ حطوه على الفلق ما تتركوه يحكي. أجلتا محمود عمر سيدي تاخد دورية بتطلع على جبال الغربية بتفتشوا عن المجرم ومتخبي. حاضر سيدي. كبرال عطية أمرك سيدي تاخد دورية ووشك على المدينة الميتة بتفتشوا عن المجرم مصطفى. حاضر سيدي. سيرجان جاد أمر سيدي بتطلع على القلعة بتنكتلي حجارة حجر حجر. بدي هذا الكلب عندي بكرة فورا. دورية الدرك فايتة على الضيعة والشرار عم يطير من بين عيونهم. شي وين هلا؟ راحوا يا أغاية على بيت المختار. شوف الشباب يلي عنا ويلي مو موجودين دور عليهم وجيبهم. بدي اياكم مستعدين فهمان؟ حاضر يلا أبو زهران يلا. هذا يلي كنت خايفة منه انه الحكومة تتدخل. هلا وقتها لعمة. يعني متأكد يا مختار انك ما شفته مرق من هالضيعة؟ لا والله. طيب انت عرفته؟ لك يا جماعة يا جماعة انا رجال اختيار ونادر ما اطلع من بيتي. ليش ما بتسألوا الاغاية؟ يمكن بتعرفوا. ماشي شكرا لك يا مختار. اهلا وسهلا. السلام عليكم. شرفتوا. اهلا وسهلا. يعني هي لسه تعتبر عمره ما عملته؟ ما بعرف يمكن بس هلأ هن لعندها. طيب روح شوف شو الأخبار ورجع طمني. روح. لا ما بعرفه بس شو عامل هاد لحتى مطلعين كل هالدورية تدور عليه؟ قتل أربعة درك. اف أربعة هالفصعون هاد. لك شو فصعون ما فصعون؟ هذا مصطفى آغا أكبر مهرب بهالبر كله. شو هالحكي؟ الله وكيلك مثل ما عم قلك يا خانو. لك نص التبغ تبع البلد بيتجمع عنده ليهربوا. ايه الله يعين أهله. معك حق الله يعينهم لأنه أكيد على المشنقة. لك يخرب بيته يقتل أربعة لكن الناس بتخاف تمرق من قدامهم هو يقتل أربعة. الله يعينه. يعينه ما يعينه بدنا نكمشه. فالله يخليك يا خانو مسألينا هالشباب اللي عندك إذا في حدا بيعرفه. على عيني أبو زهران. أمر خانو. خذ هالصورة وورجيها للشباب وللجيران. شوف في حدا شافه مرق على هالضيعة. خير شوفي. ولك مالك سمعان إنه برقبته في أربعة؟ حاضر حاضر. يلا روح وارجع بسرعة وخبرني شو بصير معك. على عيني وعلى راسي. إلك علي يا سيدي إذا مرق بها الضيعة مروق أو قرب تقريب. بتخبرينا ها؟ إيش أخبركم؟ هاي طويلة. أنا والشباب يلي عندي من كتفه ومنوصلكم يا بارك الله بارك الله فيك يا خانم. يلا سلام عليكم. لحظة يا أبو زهران. أمر أخاي. شي كم ديك اسمان للأغوات وشوية تشعير للخيل ولو شو الخيل ماله ضيافة كمان. كتر خيرك كتر خيرك يا خانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير شوفي خليتني أترك كل شي وإجي. شوفي
ما في مرحبا؟ ما في أهلين؟ شو؟ من أيمتى هالتهذيب؟ مرحبا محمود بيك، تسمح تقدم لي كرسي؟ خلاص بلها الاتيكيت، نحن بالجامعة الأمريكية، شو نسيت؟ مو معقولة أنت، يعني بتضلك تمزحي وتأنجلي كل الوقت، بركي يعني أنا في موضوع جدي وحابب أحكي معك. مواضيع جدية؟ تفضل، شو هني هالمواضيع الجدية بقى؟ ولك هذا خالكم مصطفى. ياي ياي، وصحيات الأربعة؟ هيك عم يقولوا، يعني سبتت عليه التهمة؟ شو بيعرفني؟ بس دايرين عليه من بلد لبلد، الله يعينه. والعمال؟ فكري أنا وكله محامي لنعرف شو القصة. ياي والله. ياي ياي، بيت رسلان أغا ووكله محامين أغاية؟ إذا المسألة فيها دم ووصلت للحكومة طبعاً بدها محامي. أخ لو كان محمود أغا متخرج وفاتح محامي مثل ما كان الأغا الكبير يتمنى، كان هلأ دافع عنه وتوكل عنه. ليش بيجوز ابن الأخت يتوكل عن خاله؟ إيه ليش حتى ما يجوز؟ لك اخرسوا، لك اخرسوا، لك اسكتوا لعمة. الله يعلم وين أراضيك يا خي.